طيب هنروح للسوبر سيدات كره السله. يمكن الاهلي كان بيلعب جزيره الوالد بيست اوف 3، اسف رجال، كان بيلعب في السوبر. انتوا عارفين السوبر الاول بيلعب ال 16، فنادي الاهلي كان بيلعب جزيره الوالد، كان بيست اوف 3. الاهلي كسب المباراتين ورا بعض، بس كسب المباراه هناك 95-77، وكسب المباراه اللي اتلعبت في صاله الامير عبد الله الفيصل 91-40. كده النادي الاهلي تاهل لنهايات السوبر. هيبقى 8 فرق هيلعبوا ان شاء الله في الثمانيه الكبار. كاميرا الابطال كانت في المباراه وصوروا التقرير، نشوف التقرير واجي لحضراتكم تاني. الحمد لله، يعني جزيره الوارد نادي يعني في مجموعه لعيبه مجتهده وجهاز فني محترم، حاولوا على قد الامكانيات اللي معاهم ان هم يجاروا النادي الاهلي، بس طبعا اكيد في فروق في الامكانيات. الحمد لله اللعيبه يعني النهارده ادت اداء افضل من المباراه اللي فاتت. اكيد تركيزهم كله رايح ناحيه ماتش السوبر، واحنا بنحاول نجهز اللعيبه دايما للماتشات الحاسمه يعني. فاحنا يعني يمكن بنتمرن بلود مختلف شويه، يعني ملوش علاقه ان احنا عندنا ماتشات قوي الفتره دي، عشان بتحاول تجهز اللعيبه اللي كانت لسه بقى لها فتره في كورونا وفي اصابات. فربنا يكرم ان شاء الله ونبقى في المواعيد الكبرى، يعني اللعيبه كلها جاهزه ان شاء الله. مباراتين بتوع جزيره الورد كانوا اعداد كويس لينا لمباراه السوبر ان شاء الله. كنا واخدين الماتشين دول ان احنا الفرقه ان شاء الله كلها القوام الاساسي بتاعها يرجع، الاصابات والناس اللي كانت تعبانه ترجع للمستوى المعهود، والحمد لله الماتشين دول قدرنا الفرقه تكمل الحمد لله. وان شاء الله فاضل اقل من اسبوع على مباراه السوبر، ان شاء الله نجهز واحده واحده كده باذن الله للمباراه يوم. طبعا بطوله الدوري المرتبط احنا كسبناها واحنا ناقصين، واللعيبه كانت راجعه من كورونا واللعيبه كان في اصابات، عوضنا الكلام ده كله بالروح. كان باين علينا ان احنا مصرين على المكسب، والحمد لله ده كان عهد ما بيننا من بدايه الموسم. ان شاء الله كابتن اشرف بيتكلم عليه، يعني الفرقه بدات ترجع، ما ينفعش ان احنا الروح دي تقل، ان احنا يعني رجعنا فخلاص لا احنا كملنا فهنكسب، لا الروح لازم تبقى موجوده. التمرين اقوى الفتره اللي فاتت، الفرقه كملت، ان شاء الله باذن الله عيننا على السوبر ان شاء الله الخطوه اللي جايه، وان شاء الله ربنا يكل تعبنا ومجهودنا ان شاء الله بالمكسب. يعتبر استعداد للسوبر، عندنا السوبر يوم 26، ماتش مهم. طبعا النهارده حاجات كابتن اشرف كان قايلها لنا، بس يعني الحمد لله قدرنا نطبق شويه حاجات كده هنعملها في ماتش السوبر، ربنا يسهل باذن الله. مرتبط دي كانت اول خطوه، هو مش ثلاثيه، في السنه دي اربع بطولات، يعني في لسه في السوبر وفي الدوري وفي الكاس لسه، يعني يعتبر ما لعبناش حاجه دي، بس يعني يعتبر المرتبط ده خطوه ضمن اربع خطوات لسه جايين يعني. وان شاء الله هنعمل اللي علينا وزياده، والناس يعني هتشوف ده، هتشوف اللي احنا عملناه اللي زياده، وربنا يوفقنا بقى في الاربع ثلاث بطولات الجايين ان شاء الله. كنا واخدينه على اساس انها تبقى تمرينه قويه لماتش السوبر، كان في حاجات معينه عايزين نطبقها في الماتش بتاع الاتحاد، حاجات فنيه يعني، كنا نازلين نطبقها حتى لحد اخر دقيقه بنلعب في الجيم حتى وسكور حاجه 40، كنا عايزين نطبق شويه حاجات جمل يعني مع بعض. احنا دلوقتي الفرقه اول مره تكمل، حتى ناقصين بس عمر طارق عنده شد في الضمه، فكنا محتاجين يعني نعمل شويه حاجات كاش انسجام عشان نجهز لماتش الاتحاد الاسكندريه. والله احنا واخدين خطوه بخطوه دلوقتي، احنا ما بنفكرش غير في بطوله السوبر مع الاتحاد الاسكندري يوم 26، هي دي شغلنا الشاغل من بعد بطوله المرتبط. يعني زي ما بيقولوا اتبسطنا يومين ثلاثه كده، رجعنا تاني بكامل تركيزنا بنتمرن بمنتهى القوه بقالنا 3 اسابيع عشان الماتش ده، هو ده هدفنا دلوقتي، عشان بعد كده نلعب ماتشين في الدوري وهنقف شهر في تجمع منتخب. فاحنا دلوقتي مركزين في البطوله دي جدا، وبعد كده بقى بعد الوقف يعني يبقى في كلام تاني بعد الدوري والكاس، بس احنا دلوقتي تركيزنا كله بطوله السوبر، واخدينها خطوه خطوه بطوله بطوله ان شاء الله. يمكن كره السله الحقيقه عندهم مشوار طويل قوي السنه دي، يعني المباريات كتير ومتكرره، وبيست اوف 5 وبيست اوف 3، والموضوع هيبقى طويل وشاق، فلازم الحقيقه يبقى في استعانه بكل النجوم وكل الفرق، وده اللي بيعمله كوتش اشرف دلوقتي، حتى اللعيبه اللي مصعدها زي محمود وليد وزي عمرو زهران وزي عبد الله ناصر، اللعيبه دي كلها اكيد ليها دور، وبودي حسام اكيد يعني اللعيبه دي بقى لها دور كبير، يعني لما يبقى قائمتك 19 لما تبقى قائمتك 14 لاعب. طيب